cap vers le nord où, sous la supervision de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et en présence de l'ambassadeur adjoint du gardien des deux saintes mosquées, M. Abdelhadi Al-Otabi, l'attaché religieux saoudien, M. Mohamed Al-Shaibani, le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele Mohamed, le préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, et le chef du bureau régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, le sultan également de Tadjoura, M. Ali Habib, et un certain nombre de personnalités militaires et civiles de premier plan à Djibouti et à Tadjoura, mais aussi un grand nombre d'enseignants et des parents. Le centre islamique au roi Abdelaziz de Tadjoura a organisé hier samedi à l'hôtel Gadilé, dans la salle de réunion et de conférence, une grande cérémonie à l'occasion de la fin des activités scolaires et la 6e promotion d'élèves du terminal des futurs pionniers pour l'année académique 1444. La cérémonie s'est ouverte par un verset du Saint-Coran suivi par les hymnes nationaux saoudiens et djiboutiens. La cérémonie comprenait de nombreux paragraphes et présentations artistiques et rhétoriques qui reflétaient l'état d'excellence, la créativité et la qualité des résultats pour lesquels le centre roi Abdelaziz de Tadjoura était connu au cours des étapes de sa vie estimées par une génération de dons, de réalisations et de travail continu. Dans un discours prononcé à cette occasion, l'adjoint de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelhadi, a félicité les élèves du terminal qui ont achevé leurs études secondaires, soulignant par la même occasion les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de ces dernières années. كما أود أن أشكر مدير المدرسة والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية للمدرسة على جهودهم كل عام. كما أود أن أشكر جيبوتي حكومة وشعبا على كل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله. شرف مركز الملك عبد العزيز في هذا اليوم بالحفل الختامي للأنشطة في هذا العام وتخريج الدفعة السادسة، دفعة رواد المستقبل. الصف الثالث الثانوي لعام 1444-2023. وكان عاما ولله الحمد عاما من البذل والعطاء والتفاني والتعاون بين إدارة المركزة وهيئة التدريس وأولياء الأمور. وكان ذلك وكل هذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشكر له سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو سيدي محمد بن سلمان حفظه الله. وكل هذا الدعم من هذه الحكومة العظيمة التي استفاد منها أبناء جيبوتي من أكثر من 40 عاماً ولله الحمد. ولا يسعني أيضاً في هذا المقام إلا أن أشكر أيضاً فخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر قلي وحكومته الرشيدة ممثلة في محافظة تاجوراء ووزارة التعليم والتكوين المهني الجيبوتي على تعاونهم المستمر في سبيل التربية والتعليم لأبناء محافظة تاجوراء المدينة البيضاء وتوابعها. ثم إني أشكر لأعضاء هيئة التدريس زملائي المعلمين وما بذلوه لأجل تعليم أبنائنا وبناتنا، وكانوا شموعاً تحترق ليضوء الطريق لأبنائهم وبناتهم الطلاب. وستظل الكلمات عاجزة عن التعبير عن شكرنا لهم ولتعاونهم معنا في أداء مهمتنا على أحسن وجه. والشكر موصول لكم حضوراً الأكارم على تشريفكم هذا الحفل، وأثمن لجميع الحضور حضورهم من مسؤولين ومن سادة ومن ممثلين ومن أولياء الأمور وأوليات الأمور. أشكر لكم حقيقة هذا الحضور. تم درسة ننهتنيم هي تعليمي قراك يروح قرا هاي أي سوق يا سينك نبلي تها تكل أسن أبن حفلات كيت يوبل وعدي تح كردتها مفردامة
تو عدي سعودي هذول تايتنا تين هب هاي تجد قحصا سفيري كادو نك أسا كنيل إنه حضور روي أهم تين حليه جد قحصا تو عدي بارو هب اسمع مال كادو جد قحصا هاي والسلام عليكم ورحمة الله. تكلي يتوبو معلمين تكاي إنما مدير تكاي منقص نقطة مركز السلمانة ما شاء الله أكل أبلها من داريتي إنكي تعليمي كا يعني أنو إنكي يعني سنوتا هدرنا أبلغ سجني دو عدنا أكتي إسنا ديكو أتان مارح ما يو أرحل فرما تم ردك هساي دين قد حاي ويسر ركادونا علاقاتك كيانما خاليك تنمي ويسرانا إسنا ديكو أتان واسين كرحل ما يو كل ساقود تعبتانا دون لا يعني تحاجد أبداي يعني تنوري ويكلاي توصيني كانت فرنتو